بونجور بشير سلاف، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقاءنا النهارده ان شاء الله يا جماعه مع حل الامتحان رقم 3 اللي احنا كنا مسميينه امتحان نص السنه، واللي نزلناه قبل اجازه نص السنه مباشره. والامتحان من 50 درجه، رغم ان الدرجه الاخيره باخر السنه من 40 بس. عامله من 50 ليه؟ عشان مزود عدد الاسئله. امتحان اخر السنه عدد الأسئلة كلها 31 سؤال فقط لا غير، 31 سؤال، لكن هنا مزود ليه؟ عشان عايز أمرن أكتر الطالب على أفكار كتيرة جدا متنوعة. تمام؟ تعالوا بينا نفضلوا كده نبدأ نشوف الامتحان ده كان بيقول إيه. تشو بريفير كان سبور وبركوع، بتفضل أي رياضة ولماذا؟ ماريون قالت جوفيت دو سيكليزم، بمارس ركوب الدراجات. جولو براتيك امارسها سيغ لا بيسيكلابل، على طريق العجل. افيك مي فوزان، مع الجيران. جو بارتيسيب توجور، بشارك دايما ادي كومبيتيسيون، في منافسات في مسابقات. بور موا، بالنسبه لي سي نيسيسير، ضروري دو فير دو سبور، ان انا العب رياضه، ان انا امارس رياضه. بور افوار ان بون سانتي، لكي احصل على صحة جيدة. ده اخت ماريو. شارلوت قالت جوفي دو لا ناتاسيون، بمارس السباحة. جولا براتيك، بمارسها على بيسين، في حمام السباحة. شاك جور، كل يوم جي في اذهب اليه، الى حمام السباحة يعني. افيك ميزامي، مع اصدقائي تيو ومارتان وليا. شاكان، كل واحد بورت سون مايو، بيلبس المايو دوبان بتاعه. بوغ موا، بالنسبه لي لا ناتاسيون، السباحه، ايتان سبور، رياضه تريز يوتي، مفيده جدا. الاخ مارك قال جيم الاسكالاد، بحب الاسكالاد. جو براتيك سو سبور، امارس هذه الرياضه على مونتاني في الجبل. جو دوا اريفي، يجب ان اصل اسمي الى القمه. جو دوا افوار ان كاسك، لازم يكون معايا خوذه وجوانتي. النوفو بارو جاردي، لا يجب ان انظر امبا لاسفل. كونجو مونت اونو، عندما اصعد لاعلى قمه. جيم لافونتير، بحب المغامره، سي جينيال، شيء رائع. الاخ فيكتوار قال لي جيم لو فوتبول، بحب كره القدم. جوجو فوتبول، بلعب كرة قدم وكلوب في النادي. هذيك لزميم على الأصدقاء، شاك جور، كل يوم صف ما عدا يوم الاثنين والخميس. فوتبول كرة القدم، نظن بتعطينا لسبيريدي دو ليكيب، روح الفريق. سودوك يومون بريزونت، الوثيقة دي بتقدم ديزادو الشباب. الافنتير مغامرات، اكروشير كتابات، جو ميول ار، كلهم بيمارسوا رياضات. هل النص ده قدم لي مغامراتهم كلهم؟ قال لا، كتاباتهم، ميولهم، فنونهم او فنهم، لا طبعا، يبقى ميول، كل واحد منهم بيحب رياضه معينه، يبقى ده الميول بتاعتنا. الاسكالاد السبور بريفري، الاسكالاد تسلق الجبال، هي الرياضه المفضله لمين؟ لمارك ولا شارلوت ولا ماريون ولا فيكتور؟ مين فيهم بيمارس الاسكالاد؟ الواد مارك، يبقى ده. طب فيكتور جو اوفوت، فيكتور بيلعب كرة قدم يوم الاثنين والخميس الاحد، كل يوم من ايام الاسبوع. نرجع للاخ مين؟ فيكتور. فيكتور بيقول لك انا بمارس كرة القدم كل اثنين وخميس، يبقى الاثنين والخميس بيمارس كرة القدم مع الأصدقاء كل يوم ما عدا، يا ابن اللعيبة، ما عدا الاثنين والخميس، يبقى نستبعد الاثنين والخميس، باي باي الاثنين. كل أيام الأسبوع لا، يبقى يوم الأحد. شاك جور، كل يوم شارلوت بتروح، شارلوت دي بتمارس السباحة، بتروح البسين، يبقى شارلوت بتروح فين؟ الباتينوار ولا المونتاني ولا البسين ولا البيس كلاب؟ البسين. بور شارلوت، بالنسبه لشارلوت لو سبور ايه؟ شارلوت قالت لك ان الرياضه اوتي، مفيده جدا.
يبقى جينيال ولا نيسيسير ولا ادورابل ولا اونيون؟ لا طبعا نيسيسير. جينيال رائعه، نيسيسير ضروريه عشان مفيده جدا، ادورابل معشوقه، اونيون ممله. بور مارك بالنسبه للمارك اللي هو قبل الاخير، الاسكالاد ايثاني سبور، الاسكالاد رياضه، دانجيريوس خطيره، كولكتيف جماعيه، كلاسيك موتيفان. هو الراجل بيمارسها يبقى مش هيمارسها لانها خطيره، ده منطق. طيب بالنسبه له هو الرياضه الاسكالاد يكون ايه؟ الاسكالاد تكون موتيفان محفزه لان هو بيمارسها، لانه قال انها هي جينيال رائعه. كولكتيف وكلاسيك الاثنين غلط طبعا، لا هي رياضه جماعيه ولا هي رياضه تقليديه. حلوه الجمله، القطع حلوه جدا برضه على فكره، من امتحان سابق اصلا مش انا اللي عاملها يعني. القطعه الثانيه كويزين ديوموند، ده امتحان 22 يا اولاد، امتحان لا 21 او 22 مش فاكر انهي سنه، 21 او 22. كويزين ديوموند مطبخ العالم. ان كيستيون، سؤال لانسي تم توجيهه، وجه سير انفيروم في دردشه بوردو مانديل يسال سوبر كوبا، الناس اللي بتترد على السايبر، كالسون لير بلا بريفري، ما هي اطباقهم المفضله؟ فواسي لير كومونتير، ها هي التعليقات. لورا قالت، قالت جادور لبرودوي لتيه بعشق منتجات الالبان، مون بلا بريفري طبق المفضل هو ساندويتش اسبانيول، ساندويتش الاسباني اسمه بوكاديليو، اسم الساندويتش يعني. ليز انجريديان، مكوناته هي جبنه، زيت زيتون، بيض، عيش، جولومانج باكلو وبتيت جيلي في الافطار. ماشي، يبقى لورا ده كلامها. ساره قالت مون بلا بريفري طبق المفضل لوبولي الفراخ على كريم، فراخ بالكريمه. سيتابلا ايطاليان، ده طبق ايطالي. سيزان جريان، مكوناته سومبولي فراخ، مايونيز، كريم فريش، كريمه طازه، ياقوت زبادي. جبرون سوبلا، باخد الطبق ده افيك دوري مع الرز في الغداء. ماشي، يبقى لورا بتتكلم عن الفطار وصارت بتتكلم عن الغداء. ماشي، مارتان بيقول لك جوبريفيم لجيروس، سيتامبلا ده طبق جريك يوناني، كومبوزيه تكون من اللحمه والطماطم والانيول البصل والصوص والصلصه او الصوص. جوبرون سوبلا، باخد الطبق ده في الغداء برضو. ماشي، اليكس قال لك جادور لوباسو، بعشق السمك، باسكو سيتامبو سي بون، لانه ده كويس جدا بور لا سانتي للصحه، سي او تي مفيد بور لو كور للجسم، اوديني في العشاء. جبرون ام بينتون، سيتان ساندويتش، ده اسم الساندويتش سنغالي، سنغالي. ليز انجريديان، مكونات الساندويتش اسماك، بصل، عيش، مايونيز. ماشي، دون سو دوكيمون، في هذه الوثيقه لسيبر كوبان ديكريف برانسيبالمون، بيوصفه بصفه رئيسيه، لريون بريفري اقسام السوبر ماركت المفضله، لير اليمون بريفري اغذيتهم المفضله، لير ناسيوناليتي جنسياتهم المفضله، لير لانج لغاتهم المفضله. لا طبعا اليمون اغذيه. ساره بتحب الاطباق، ساره بتحب الاطباق الايطاليه، الايطاليه ولا الجريك ولا الاسبانيول ولا السنغالي، الايطاليه. لورا 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 الاولى، بريفير بتفضل الفراخ ولا الجبنه ولا اللحمه ولا السمك؟ لا الجبنه، عشان دي في الفطار الصبح دي جبنه 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 جبنه، ايوه جبنه جبنه، حطيناها في جبنه بقى الجبنه. اليكس مونج بياكل عشان يكون في الفورمه، اليكس ده اللي بياكل سمك يبقى بواسون. اون بيلير، ممكن تقرا هذا النص على الانترنت ولا في اطلس، قاموس اطلس، كلمه اطلس دي مالك سنه اولى، ولا في قاموس ولا في ام الواد بتوع جدول المواعيد؟ لا طبعا الانترنت، عشان الكلام ده دردشه. بروم بياخد طبقه المفضل في الصباح، اللي بياكل الصبح الاخت لورا، عشان في الفطار لورا. حلو،
نص جميل. وعلى فكرة يا جماعة ما شاء الله في نهاية الحل هذكر أسماء كل الناس اللي حققت الدرجة النهائية. هقول أسماءكم كلكم، كل الناس اللي جابت الدرجة النهائية سواء سنتر أو أونلاين. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، يعني عدد. اقعد بقى اسمع لحد ما تلاقي اسم، لحد ما تسمع اسمك. ومنشن بقى لصاحبك وهنيه اللي جاب الدرجة النهائية. يلا اون دي بقول دي بيش توا اسرع. يا ترى اقول لواحد اسرع لما اوني اورتار يكون متاخرين، ولا اوني الور في الميعاد، ولا اوني اونافانس احنا بدري، ولا اونوفو با مش عايزين نكون في الميعاد؟ لا طبعا هقول له اسرع لما يكون متاخرين. فودو مانديلا في بتسال عن الراي، تسأل عن رأي صديقك سير فوترو شميز قميصك تقول له ايه؟ كورانج تيو ماذا ترتب؟ فيلي بوتيك اعمل شوبينج؟ ولا كيسك تيو مونس ايه رأيك فيه؟ ولا سامو فاتري بيع؟ لا طبعا ما رأيك فيه؟ وتذكروا يا جماعة قلت لكم لسه قايل الكلام ده وانا في الحصة رقم 23 بحل الباقي بتاعها، بقول يا جماعة في صفحتين في كتاب المدرسة في كتاب الشرح بتاعك صفحة 72 و73 فيهم تقديم الاقتراح والقبول والاعتذار والرأي. قلت لكم الاربع نقط دول لازم تلاقي منهم نقطة في الامتحان. اي الرأي. نمرة ثلاثة، فودو مندي افوتر كوبان، تسأل صديقك عن نوع الرياضة المفضلة الفوريبون، يرد عليك. مدام هيرد عليك مش يقول سؤال، خليك ذكي. يلا شيل جيم لسبورت يوتيك، بحب الرياضات المائية ولا بفضل القراءة؟ لا طبعا الرياضات المائية. فودو مانديا فوتر مير، تطلب من مامتك انها تعد لك تجهز لك دي لونتي عدس باسكو، لانك فوزافي سواف عطشان، فونافي بافي مش جعان، فوزافي تري فروا بردان جدا، فوزافي بير خايف، فوزافي فروا. احنا في العاده يا جماعه بناخد عدس في حاله البرد. بص كده البيوت المصريه كلها في حاله البرد تلاقي كل البيوت عامله عدس، عندهم ساعات كمان يفطروا عدس الصبح عشان يدفي الجسم. وعلى فكره يا جماعه واحنا في الجيش، اتذكر الكلام ده بقى من كام سنه، بقى من فوق ال 40 سنه وقت بكثير، لان كنت خارج من الجيش سنه 82 كان الفطار بتاعنا الرئيسي العدس، عشان كنا طبعا الجو يبقى تلج نوم الفجر ونبقى لابسين بقى شورتات تيشيرتات وشورتات وكده في عز التلج ده، فالفطار طبعا لازم يبقى عدس يسخن الجسم ونعمل تدريبات والكلام ده. فودو مانديا فوتر كوبا، تسال صديق تطلب من صديقك دوفير الريجيم، يعمل ريجيم، يعمل نظام تخسيس، يعني نظام تسك فودي، تقول له ايه؟ هتقول له ذاكر دروسك، خد ستاكسي، كل كتير من الجاتو، ولا كل قليل من كل شيء. الناس اللي بتتابع معايا وتحضر معايا في الحصص باستمرار الجمله دي كانت بتبقى نصا على البورد، قلت لهم الجمله دي هتلاقيها في الامتحان دايما. فو بروبوزي، تقترح، اتفضل الاقتراح اهو، تقترح على صديق دوفير ان يمارس رياضه قصدي نشاط رياضي، كيسكي فودي، تقول له ايه؟ ساتو دي طبعا بتاعت الاقتراح، ايه رايك نروح سينما؟ ساتو دي ايه رايك نشوف الماتش في التلفزيون؟ الون فير دي بادمنتون، يلا نمارس رياضه الريشه، ساتو دي ايه رايك؟ ساتو دي دو فير لو دوفوار، طبعا ما دام نشاط رياضي يبقى رياضه الريشه. خبيثه انا منقي شويه جمل. فودو ماندي، بتسال مامتك سو كالفي بتعمل ايه في المطبخ؟ اكيد بتعمل ايه في المطبخ يعني؟ بتقول لك برتب الهدوم، ده في المدرسه الثانيه دي الجمله دي. ما بغسلش الصحون، طبعا ده برضو بنات سنه تانية. جوبري بار، بجهز وجبه ولا برتب السرير؟ طبعا بجهز وجبه انا والشيف. اون فودو موند، حد بيسالك دوكوا اون بيزوا، لاي شيء نحتاج بورفير لكورس عشان نعمل شوبينج؟ تقول له اون بيزوا، نحتاج لساكا دو، شنطه الظهر دي بتاعت المدرسه دي، نحتاج لشاريو، دي عربه المشتريات، بنحتاج لبانيه، سله دي بتاعت كره السله، نحتاج لكربيه بابيه، دي سله المهملات. الاجابه الصح مين يا حبيبي؟ اي فوفلي مونجي، انت عايز تاكل
تقول لمامتك ايه؟ يا ماما جي بير انا خايف، يا ماما جي فروا انا بردان، يا ماما جي صفاف انا عطشان، يا ماما جي فا انا جعان، ما دام عايز ياكل يبقى انا جعان. عبقري، انا لامم شويه جمل فله والله العظيم. امتحان ده يا اولاد بجد، انا هبوسك من دماغك، هبوسك من هنا ومن هنا. كل اللي جاب 50 من 50 في الامتحان ده، لان امتحان فعلا لامم، يعني هقول لك امتحان مليان في شغل. اللي بعده فوزة دوري، بتعشق الاغاني الفرنسيه، تقول ايه؟ اكوتي سماع الاغاني الفرنسيه سي ما باسيون، دي هوايتي. الجمله دي انا قصدها من منهج سنه تانية، دي موجوده في منهج سنه تانية. جوديتست، بكره اسمع اغاني فرنسيه. جونين باي كوتي، ما بحبش اسمع اغاني فرنسيه. سماع اغاني فرنسيه سينيل، ده شيء وحش. لا طبعا الاجابه الصح الاولى، ما دام بعشق. فوترامي صديقك في دوموند يسالك بوركوا اون فا ليه بنذهب الى الكور، الكور ده اللي هو ايه بقى؟ ملعب التنس. كيسكي فودي، تقول له ايه؟ بورفير دي فول ليبر، ولا بورفير دو تنس، ولا بورفير دي بادمنتون، ولا بورفير دي اسكالاد؟ لا طبعا فير دو تنس. فو بارلي، بتتكلم عن اكيبمون، عن تجهيزات الضرورية لرياضة الفي تي تي. ايه بقى الفي تي تي بقى؟ ركوب الدراجات الجبلية. كيسك فوديت او كوفيديت، تقول ايه؟ تقول الفو ام مايو وام فيليه؟ بالو، ام بالو، انا اسف، ام بالو وفيليه، ولا فيلو وكاسك، ولا مايو دوبا، ولا فولا؟ لا طبعا فيلو وكاسك عشان الفي تي تي. بتتكلم عن انشطتك اليوميه في الصباح، ادي برضو جايبها من منهج سنه تانية. بتتكلم عن انشطتك اليوميه الصبح، تقول ايه؟ هقول جودين بتعشى مع العيله، باخد العشاء، جو مدوش بستحمى، جو مابي بلبس، بوي جو ملاف واغسل ليدون سناني قبل ما اخرج، ادي طبعا الاجابه الصح. ولا بخرج الساعة 9؟ لا طبعا دي غلط، 9 مساء. فودو ماندي، بتسأل عن سعر اللحمة، تقول 200 جنيه الكيلو، لا دلوقتي بقى ب 400 وشوية. سي كومبيالو كيلو دو فريز، بكام كيلو الفراولة؟ ولا صافي كومبيالو كيلو، بكام الكيلو؟ ولا كومبيان كوتل بام، بكام التفاح؟ لا طبعا نمرة دي. اسمحوا لي يا جماعه، والله اسمحوا لي احيي كل ولادي اللي جابوا درجات نهائيه، واللي جاب درجات شبه نهائيه، واللي عنده غلطه ولا غلطتين بالكتير. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، النتيجه رائعه رائعه رائعه. نفسي الوقت يسعفني وانا اقول كل الدرجات الحلوه، بس انا مش هقول غير الدرجات النهائيه اللي هي 49 و50 ويمكن شويه كده 48 قليلين بس. فسامحوني بقى كل اللي جاي تحت ال 48 يسامحني، بس الله اكبر درجات رائعه رائعه رائعه. يا رب ان شاء الله كده اللي ما يسمعش تكريمه النهارده اكرمه في ايه؟ الحفله النهائيه ان شاء الله بعد النتيجه باذن الله، اما نحقق كلنا القرنت. اكتبها لكم تاني عشان انا ما بنساش، وبحب قوي ولادي يقولوا لي ايه؟ يا مستر عمرنا ما بننسى القرنت، سير قرنت ال 40 مقفوله، ما تنقصش درجه واحده. تفامي بونس صباسي لويك اند على كامباني، اسرتك بتفكر تقضي تقضي الويك اند في الريف، انت بترفض. باسكو نيا، انت بترفض ليه؟ النيا ني سينما ني تياتر، مفيش لا سينما ولا مسرح، دي الاجابه الصح. باسكو تي ام بكو، بتحب الحيوانات. باسكو تي ام في، بتحب تعيش في الريف. باسكو تي ام فوار، بتحب تشوف الطبيعه الجميله. انت بترفض، انت بترفض ليه؟ عشان ده لو انا بقبل كنت قلت الاخيره. طب تي دوموند، بتسال صديق او فيف، اين تعيش؟ اين يعيش البقر؟ يقول لك بيعيش في اكوري، ولا بيعيش في ايطابل، ولا بيعيش في بيرجيري، ولا بيعيش في بوليه. طبعا الجملتين دول من الوحده رقم 3، لان تلاحظ يا جماعه كده ان اكثريه شغلي على الوحده الاولى والثانيه، لكن برضو عشان انا كنت اشتغلت الوحده رقم 3 عشان اخلي الطالب يذاكرها، جبت منها اسئله عشان اخليه يذاكرها، لان لو ما جبتهاش الامتحان مش يذاكرها.
طيب الايكوري معناها استبل، استبل الخيل. الاطبل دي بقى الحظيره بتاعت البقر والجاموس، يبقى دي الاجابه الصح. البرجري دي الحظيره بتاعت الخراف والماعز. البوليه دي بقى عشت الفراخ. طبعا دول 16 جمله موقف اللي بيجي في تحليل السنه اصلا سته بس. معنى ان انا اجيب 16 يبقى انا بحاول احتوي ايه؟ كل العناصر الرئيسيه في الثلاث وحدات اللي خدناهم. خش بقى على جرامير. وي جيمبوكو دائما وابدا اقول لك مفتاح الجمله فين؟ تقول لي في الفيرب. اعمل لك حركه خلاص حفظتها انت. ده فيرب ايه؟ ايمي. لو ما خدتش بالك منه هتغلط. لان بعض الناس حافظه ان التفاح من المأكولات فبتاخد تجزئه برصيف تجزئه. وما دام بكو يبقى ياخد وراها بكو دو. اقول استنى ما دام ده فيرب ايمي حب يبقى اقولها ليه؟ ما اقدرش اقول له دو. طيب العزف على الالات الموسيقيه مع فيرب جوي او فير، مع فيرب جوي او فير مع برصيف تجزئه، بما ان البيانو مذكر يبقى جي. لو ماتش كومونسي ده مصدر، اول ما الاقي بعد النقط مصدر اتنين يتشالوا من الحسابات. ليه؟ اترو افور، اترو افور عمره ما يجي وراهم مصدر، لان اترو افور يجي وراه برصيف باسي مش تبقى برصيف كومونسي. شيل بقى يبقى فا ولا فيان دو؟ فيان دو تبقى باسي دي سون، فا تبقى في تي بروش. مفتاح الجمله فين؟ في الكلمه دي. فاكر الثلاث كلمات اللي قلتهم بدل مره مرات؟ دبوي وإليا ودان. دبوي معناها منذ مع زمن بريزون مضارع. اليوم منذ مع زمن بصي ماضي. دان مع زمن فتشير معناها خلال. حيث ان اليا يبقى بيان دو، يبقى الماتش بيان دو كومونسي، الماتش لسه بادئ من 10 دقائق. في الويك اند البروشاء القادم جوفي باسي سوف مش في بقى، لا ده الويك اند القادم سوف اقضي، سوف اقضي الويك اند، يبقى لو يبقى الويك اند القادم سوف اقضيه في الريف. مونبيسي يا ابني سنانك قبل ما تتخمد قبل ما تنام. يبقى فعلا امبراتيف امر حلو. ليفت وادي معناه ينهض. لفت وادي معناها ايه؟ اغسل، اغسل سنانك. لف بس يغسل اي حاجه تانيه غير جسمي. اغسل ملابس، اغسل معلقه، اغسل الطبق، اغسل الكوبايه. تو لاف دي تتحط في الامر المنفي لكن ده امر مثبت يبقى لفت وا. صلاح مونج. صلاح بياكل، ساندويتش كو كيلو. عن كيلو. دي مقارنه. بلو بيجا راجيكسيف باي باي. بلو كو ما ينفعش اقول بلو كو في كو. شيل. ميو دي ظروف، دي الظروف دي لازم يجرى كو مباشرة. تبقى ميو كو على طول، مفيش ساندوتش. خلاص يبقى بلو دو. يبقى صلاح بياكل ساندوتشات أكتر من كيلو. وكيلو ده اختصار اسم كيرولوس. عشان عندي طلبة كتير جدا اسمها كيرولوس فحبيت اكتبها اسمها عشان اقول له اسمك اهو مش ناسيك. جيان كوبان، كوبان ده صديق، الصديق ده مذكر. نبدا باليمين، انجليز دي مؤنث. ايطاليان مؤنث. فرنسيز مؤنث. يبقى الوحيد اللي تنفع عندي سويس. ميسيو قلت له نعم. قال لي ده مش كلهم منتهيين بحرف ايه يعني مؤنث؟ قال له استنى بس. سويس دي سويسري. واحنا عارفين يا جماعه ان الصفه تحولها من مكتوب في بنات زود لها ايه؟ ايه زي كده فرنسيز انجليز دي ودي. واللي منتهي بايه؟ ايه ان زي ايجيبسيات تبقى ايجيبسيان، ايطاليا ايطاليان. حلو يبقى دول كده مؤنثين جاهزين. الصفه بقى اللي منتهيه بالحرف ايه؟ زي الصفه تيميد خجول. زي الصفه سوسيابل اجتماعي. دي صفه تنتهي بالحرف ايه؟ ايه زي صفة برضه اجريابل تشتغل مسؤول في بين مذكر ومؤنث. هنا برضه الصفة سويس شغالة مذكر ومؤنث. يبقى أنا عندي صديق سويسري. النقط الا بيتانيك حبيبي أفعال الرياضة. براتيكي بياخد وراه؟ لو لا إلا بوستروف ليه.
فير ياخد وراه جي دولاد وإلا بصرف دي. جوبي ياخد وراه أو ألا ألا بصرف أو. حيث إن هنا ألا بتانيك يبقى جوي يبقى إلشو. ما ينفعش أقول له إم ولا براتيك ولا في. لأن دول بيجوا وراهم ديفيني تعريف. لا. أو لا. ده فير يجوا وراه دولا. لكن هنا جو عشان ألا. بالتانيك دي اللي هي كرة حديدية. ردت الكرة حديدة كنت نسيت بس. جملي بواسو بحب المشروبات، المشروبات دي كلمة في مناب لوريال جمع مؤنث. بالتالي فري ولا جازو ولا فريش ولا جازوز، لا جازوز الأخيرة عشان دي جمع مؤنث. ماشي يا حبايبي؟ يلا. شكلي افتريت عليكم في الامتحان ده بجد يا أولاد. لأن جد امتحان تقيل. سي سوبر نقط ايدي. ايدي كلمه معناها فكره، والفكره دي كلمه في ميناء مؤنثه. في عيال عبيطه بعيد عنكم، في عيال عبيطه بعيد عنكم يقول لك بس طيب مؤنثه، ولا استنى تروبش استنى تروبش. دي فكره مؤنثه، فكره كلمه مؤنثه بس بدل بابايل. قال لي اه افتكرت حضرتك كنت قلت لنا قبل كده ان لو الكلمه انت لو الكلمه مؤنثه بدات بابايل نبدل الكلمه المؤنثه بالمذكره، يبقى بدل ما هي ما تبقى مو، بدل ما هي تا تبقى تو، سا تبقى سو، يبقى نقول له ايه بقى؟ تو. تشيرمبافير دو اسكالاد، هو انت ما بتحبش تمارس الاسكالاد؟ قال لي انا بفضل الدلتا بلان. حبيبي السؤال المنفي اجابته ايه؟ قال لي سي او نو. مش عايزك تبقى مندفع في كل حاجه، تقول السؤال منفي تقوم تقول لي سي، استنى ما تضربش. ما بتحبش او ما بتحبش تمارس الاسكالاد؟ قد انا بمارس الدلتا بلان، خلاص يبقى نو. يبقى نو. لان انا لو بمارس نفس الاسكالاد كنت قلت له سي. طيب بوف نو جو سوي مادام لا، وللاسف يبقى انا جو سوي بقى مع ولا ضد؟ يبقى ضد. جو سوي كونتر، انا ضد هذا النشاط العنيف. اير قال نقط بار لا فارماسي. حلو قوي 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 الجمله دي، عبقري. ا بصي ولا ايه بصي ولا ايه بصي ولا ما بصي يا ابن الايه مسيو ايه امس يبقى ده بصي، شيل دي شيل ده نفشير. يا ترى بقى ا بصي ولا ايه بصي ايه بصي؟ قال خليك ذكي، في هنا حرف جر ايه؟ قال لي بار، يبقى ا بصي ما تنفعش، لان فيرب بصي ياخد اتر لو وراه حرف جر، ما دام وراه حرف جر يبقى مساعد اتر. طب المساعد اتر يبقى الجمله دي ولا دي؟ قال لي ما بين هنا قال تبقى ايه؟ نمره سي. يبقى ليه بصي بار لو سوبر مارشي مرت على سوبر ماركت. ماما فالي، ماما سوف تذهب نقط لو باتسيي. حبيبي الفيرب علي مع الاشخاص ياخد شيء، مع الاماكن ياخد اه. فحيث ان هنا علي وهنا باتسيي يبقى شيء. ان يبادو في روبي مفيش فاكهه، ماما سوف تشتري كثيرا من الفاكهه، يبقى الضمير اه. مفيش فاكهه، ماما هتشتري منها كتير. تشوفي انوتري جاتو، انت عايز جاتو تاني؟ عايز جاتو اخر؟ قال له نو جو نون فو بلو، لما اقعد اريد شكرا ما كنتش عايز منه. مسيو طب ليه ما قلتش رياه؟ قول له استنى بس يا حبيبي، رياه ما تنفعش لو في مفعول، سواء المفعول ده كلمه او ضمير. عارف لو الضمير ده مش موجود كنت قلت لا جنفوريا مش عايز حاجه، لكن الضمير ده موجود يبقى الضمير ده عادل لمين؟ عجته. فما دام ما دام المفعول موجود سواء في صوره كلمه او ضمير ما اقدرش استخدم ريا. بص عشان افكرك بس نفس الكلمه دي قلت لك ازاي لما اقول لك كده لو متى الصبح جنبوا نقط او نقط اهي او لو مادام جو نبوا دو كافيه. هنا المفعول موجود ما ينفعش اقول له رياه، اقول له يا اما با يا اما بلو. ويبقى معناها ايه بقى؟ الصبح ما بشربش قهوه او لم اقعد اشرب قهوه. لكن هنا مفيش مفعول اصلا تقول كده اقول له رياء. يبقى الصبح لا اشرب شيء، ما بشربش حاجه الصبح. ده عشان نيجاسيون 16
حلو. نيجي بقى عند الاسئله المقاليه. برغم ان الاسئله المقاليه موجوده عندكم وحلها موجود في الكتاب، هقولها بس اورال عشان الناس بتقول لك مش بعرف اقرا خطك دي. في ناس بتقول لي ما اعرفش اقرا خطك. فانا الكلام كده اوريدي الحاجات دي موجوده في الكتاب عندك اصلا. تو بريفير لا فيل ولا كومباني، بتفضل الريف ولا المدينه؟ وبوركوا ليه؟ وكومون تو تي دي بلس، كيف تتنقل فيه؟ خلاص يبقى ممكن اقول له بقى جيم لا كامباني او جي بريفير لا كامباني، بفضل الريف باسكو جيم لوكال، بحب الهدوء. جيمي دي بلس متنقل فيه اشيفال بالحصان، شكرا يا مدام الريف. طب لو كلمت على المدينه يبقى جي بريفير لا فيل، بفضل المدينه. بوركوا اقول له باسكو الياب كود مهم، ترانسبور فيه وسائل مواصلات كتير، كيف تتنقل فيها؟ يبقى جيبي دي بلاس بتنقل او موتو بالموتوسيكل او اشي فال بالحصان، قصدي او اون مترو بالمترو. يبقى برضو جيم لافيل، بحب المدينه، او جبريفير لافيل، بفضل المدينه باسكو سي براتيك، دقيقه ومنظمه. نيجي بقى عند الايميل الثاني، كيسك شوفيه ايه عملت ايه امبارح؟ لو متى لابريميدي لو سوار، يبقى عايز منك ايه؟ ثلاث جمل بسيط، ثلاث جمل بسيط. يبقى هبدا الكلام اير امس كوما لو متى الصبح جو سبيز الي اوكلوب، روح ذهبت الى النادي. لابريميدي بعد دور نو زافون جوي، لعبنا ماتش دو فوتبول، مباراه كره قدم. لو سوار في المساء نو سوم زالي، ذهبنا او سينما، رحنا السينما. شكرا. يلا اللي بعده، اختار موضوع من ا من او بي واكتب من 25 30 كلمه في هذا الموضوع. سيتونا لفيسير عيد ميلادك، طول موند كل الناس ابر سبي شاركت على بريبراسيون في تجهيز الحفله. الاثنين دول موجودين في الكتاب عندك موجودين، بس هاجي اقول له مثلا على فيت مونا لفيسير في حفله عيد ميلادي ما فامي اورجانيزي ان جراند فيت، اسرتي نظمت حفله كبيره جدا، طول موند كل الناس ابر سبي على بريبراسيون، كل الناس شاركت في الحفله. مي بارو والديا سونتا لي اوكلوب، راحوا قصدي سونتا لي اسلوب المارشي، راحوا السوبر ماركت بور فير لي كورس يعملوا الشوبينج. منفرير اخويا ابر بري جهز او ديكوري زين لا صال القاع. مقصير اختي ابر بري جهزت دي كريب فطائر. ما طنط عمتي في عملت دي دي جويزمون تنكر بور لي زافيتي المدعوين. وبعدين منفرير اموا اخويا وانا بقى اونا او اوني اونسي كوبيه تمينا دولا مزيك بالمزيكا حلوه او كفايه او كده. الموضوع الثاني، انت ذهبت الى الريف مع الاسره في الويك اند، ماذا فعلت هناك؟ احكي. ماشي ما فامي اموا انا واسرتي كوما نصوم ظلي على كمباني، ذهبت الى الريف سو ويك اند نهايه هذا الاسبوع. منفرير اخويا اي دي مون اونكل اكلتيفي لو شان، اخويا ساعد عمي في زراعه الحقل. مونبير بابا ديسكوتي افيك مون جرامبير، قاعد يتناقش مع جدي. مامير امي رامسي او امي اختي مثلا اون رامسي جمعوا دي فريز فراوله. موا وانا جوسبي جو مسوي بروميني ترزات اشفال بالحصان ضل يشوف في الحقول. لو في حد ناقص مثلا ممكن اقول لك لها انا مفرير موا انا واخواتي مثلا نوزافون دورني ا مانجي او لابا، اكلنا الارانب وكفايه قوي. طبعا انا بقول اورال بس عشان الكلام ده اصلا اوريدي مكتوب في الكتاب الاجابه بتاعته النموذجيه. سعدت جدا بيكم طبعا يا اولاد، وارجو اكون اسعدتكم. ودلوقتي يسعدني اكتر بقى ان انا اعلن اسماء ولادي اللي حققوا الدرجه النهائيه. تعالوا بينا بقى يا حبايبي اكرم ولادي وحبايبي، عقبال يا رب اكرمهم اخر سنه بعد النتيجه النهائيه ان شاء الله. نقول اسماء طلبه السنات عشان هم زعلانين مني، وانت ما بتقولش اسماءنا يا ميسيو، عمال تقول اسماء طلبه الاونلاين اونلاين اونلاين، قول اسماءنا يا ميسيو. حاول اهو يا حبيبي. كل طالب بدرجته وسنتره، من اول سلمى مجدي
واحمد هشام لجين هشام اخوات ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم من العين عشان اخوات توأم وانا عارفهم كويس. احمد محمد، محمد اشرف، مروه مجدي، محمود عمرو، عبد المنعم ايمن، حبيبه محسن. هم طبعا الشويه دول كلهم كده من ستة لواحد بس الخليفه من فوق كده لحد هنا. بعد كده حبيبه محسن من كوليدج في حدائق الاهرام جيزه، ومريم مصري، وبسمله حسام سراج الاحد، وندى عبد الحكيم، وهنا شامل، وبعدين من تبارك ساره فتحي، سما شعبان، ومن سيتي يوم الاثنين اوكسفورد سيتي ماريو مجدي ومونيكا جورج. لا ده ماريو مجدي واحد بس من سيتي يوم الاثنين ماشي، اللي دي لازم تحضر اونلاين هتلاقي اسمها في الاونلاين. مونيكا جورج تاسك، شهد عمرو تاسك برضو، اسيل احمد من سيتي اوكسفورد سيتي يوم الثلاث، وملك محمد سيد من السراج يوم الاربعاء، ديما ملك محمد سيد من فيوتشر، وديما من السراج، وحازم محمد من السراج، ومحمود محمد صابر من السراج برضو الاربعة. في اسماء تانية تحت لسه. في هنا ايمن مودرن في التجمع الاول، سيف الدين عماد برضو مودرن، جنى خالد من سنتر كي الف مسكن، سجى هشام من ناسا المعادي، اروى احمد برضو من ناسا، ماريو هنري من ناسا، سلمى الاعصر من صدر الخليفه بس دي جاله 49، مريم محمد امين، مريم محمد امين اذا مكرر اسم مريم ماشي، مريم محمد امين الخليفه، يوسف احمد الف هرم، مفروض جمانه، مفروض حرف ايه بين ناقص هنا، جمانه اسامه 49، عمرو سامح كوليدج، يوسف هاني كوليدج، هشام محمود الفا شبرا، ماجد قابل من السراج الاحد، عمر ماجد السراج الاحد، عائشه عادل تبارك، بلاجيا كمال من تاسك، محمد هشام من تاسك، جايده جمال حسني تاسك، حازم عصام تاسك برضو. ده في هنا اسماء لسه ما قلتهاش معلش الشاشه كانت مخبياهم. احمد مصطفى من السراج الاربع برضه 50، جانا شادي السراج الاحد برضه 50، برضه طلاب السناتر، مروان عبد المنعم زين 49 من سيتي، محمد ماري 49 من سيتي، حبيبه تامر علي السراج الاربع، عمر محمد صلاح زكي السراج الاربع، أميرة ياسر السراج الأربعة، محمد أكسم 49 من مودرن التجمع الأول، آية هاني من سنتر كي، ويوسف حاتم من سنتر كي برضو ألف مسكن، فرح شريف علي ديب 48 من خليفة، أحمد سليمان خليفة، أحمد إبراهيم خليفة، أحمد حمدي خليفة، مريم مصطفى خليفة، يوسف محمد كوليدج، ميرنا اشرف اكسلنت تجمع الخامس، خديجه شعال السراج الاحد، مايا نادر السراج الاحد، كريم الزيات السراج الاحد، ايمان بهاء تبارك الحجاز، محمد سامي محمد صابر تبارك الحجاز، الاء معتز تبارك الحجاز، ملك علاء تبارك الحجاز، وعد محمد صلاح تبارك الحجاز، جانا فهد تبارك برضه الحجاز، محمد وليد سيتي يوم الاثنين اللي هو اوكسفورد سيتي، همس نادر سيتي يوم الاثنين برضه، حبيبه راني سعد الدين سعد محمد الرويني من تاسك، محمود طارق من تاسك، هدير هشام من فيوتشر فيوتشر دريمز التجمع الخامس، عبد الله عبد الجواد من فيوتشر،
علي جاد برضو فيوتشر، جانا رضا كامل فيوتشر، رؤى صلاح فيوتشر، عبد الله اشرف ابراهيم السراج الاربعه، محمد امجد من مودرن، محمد غريب من كي ستار كي، يوسف اشرف من ناسا، علي سامر الخليفه 47، هم المجموعه المساعدين بتوعي حطوا لي اسماء ناس جايبه 47 ماشي، بشوي ايهاب 47، نور حسام 47، زياد رامي كوليدج، سما خيري اكسلنت، مينا مجدي الف جبرة، فريدة كمال سراج الاحد، تيا باهر سراج الاحد، ليليان عايد كرم نسيم تبارك، عبد الرحمن هشام تبارك، ماريا سامح تبارك، بتول ايمن تسك، جون اشرف سيتي الثلاث، كمال محمد سيتي الثلاث، شهد سلامة السراج الاربع، كنزي ايهاب السراج الاربع، محمد حسن السراج الاربع، سما سعفان مودرن، منار اشرف كي، اية الله عمرو كي، شروق مصطفى كي، ندى محمد ناسا، علي محمد ناسا. دول كده كل ده طلاب السناتر. تعالى بقى طلاب الاونلاين الخمسينات بقى، بسم الله ما شاء الله. رندا اشرف 50، كل دول 50 بقى، انا ايه مش هقول بقى إيه اسماء سناتر كده. نور ايهاب، عمرو ياسر، عمرو بليغ، جنى حاتم، بسمه نصر، يوسف تامر، محمد علي اباني، محمد شوق، ايه محمد شوقي، محمد شوق، شوق محمد شوق، زينة مصطفى، ياسر احمد، جنى ياسر، عمر مؤمن، وعد احمد، ميرنا تامر، محمد انديل، احمد خالد اسف دماغي جت في عمرو خالد، عمر غريب، كيرولوس هاني، عبد الله محمد، جانا محمد، محمد النجار، ريم تامر، دي الامتحان الثالث على التوالي، وعلى فكره قلت لكم عليها قبل كده، ريم تامر ديت حفيدتي مامتها بنت اختي، ريم تامر محمد مهدي، وبتحضر معايا اونلاين لانها ساكنه في العبور بعيد عن شغلي، فبالتالي بتحضر معايا اونلاين زيها كده ما شاء الله، الله اكبر، هو 50 من 50. مينا ماهر، جنى منير، جنى سامح، سوسن مدحت، سما محمد، مريم مصطفى، ياسمين شريف، جنى عز الدين، بسنت اسماعيل ابو العزم، مريم محمود، محمد محمود، مريم احمد، ريهام احمد، احمد شريف، كريم حازم، يوسف شمس، معاذ عبد الرحمن، زياد محمد، سامة حسين، رقية شريف، يوسف سيد احمد، عمرو ابراهيم، رؤى جمال محمد، سمير حسين، محمد ابراهيم الشيخ، يارا ياسر عاشور، جنى مكاوي، نور احمد محمد صديق، جنى اشرف محمد، محمد مصطفى، لجين حسام الدين محمد، بسمله احمد، نوران احمد، اسلام رمضان، احمد ايمن، شهاب عبد الله، ساره وائل، هنا خالد، يوسف عماد، كارين اسامه، جودي محمد، احمد ايمن، مارينا فايز، علي تامر علي، روان خالد، يوسف عبد السلام، سلمى جبر، توني مجدي زاخر، يا ياسمين، محمد ابراهيم الدسوقي عطيه، اسمها الخماسي، فرح محمود، شروق عثمان، احمد محمد حافظ، مريم عمرو، يوسف احمد محمد فؤاد، جولي نشأت، ستيفن اشرف، سنة السيد، ايه خالد، فريده عطيه، رنا محمد، احمد عبد الله، ماريو اشرف، حمزه محمد، جورج هاني، احمد السيد، عمر شريف ناجي، عمر عبد الرحمن، جيسيكا وسيم، سلمى مدحت، جولي باسم، ماهر سليمان، عبد الرحمن عمرو عويس، عمر حسام الدين،
سالي صفور، مارتينا ناجي نصري، آدم أحمد، خالد محمد، كريم عصام، مروان حنفي، مروان حفني، روان هشام، مايكل جوزيف، محمد بكير، جانا وليد، زياد طارق، نور أحمد، روز جرجس، مريم أحمد، معاذ محمد، فاطمة إسماعيل، جوفانا حشمت، ندى عياد، عبد الرحمن محرم، جودي سيد فاروق، مروان حفني. الإخوة المساعدين اكتفوا بس بالخمسين في الأونلاين، مع ان في 49 و48 و47 و6 كتير قوي 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 قوي. فانا معلش اسفين جدا يا جماعه ما قلناش اسمائكم عشان بس الفيديو بقاش طويل قوي. بس اشكركم جميعا، ويا رب يا رب كده موفقين في جميع المواد زي الفرنساوي، وان شاء الله باذن الله القاكم على خير. كل سنه وانتم طيبين. اورفوار، السلام عليكم.